السلام عليكم. صباح الخير. لاباس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالعدل علي المنسق الجهوي للجمعية المغربية لمحاربة القوارض والجردل بالمغرب. كتجي المشاركة ديال الجمعية في هذا المعرض الدولي للسيادة الغذائية الحبوب نموذجا، تعريف بالمهنة ديال التقني المتخصص في محاربة القوارض والجردل، والتوعية ديال المهنيين بضرورة تعاقد مع شركات اللي مختصة وكتخدم بواحد المهنية. جميع الشركات اللي منضوين تحت لواء الجمعية المغربية لمحاربة القوارض والجردل بالمغرب عندهم واحد تكوين وواحد كيخدموا بواحد المهنية. هنا المشاركة ديال الجمعية كتجي فاش توضع راهن إشارة المهنيين في المجال ديال التحويلات الغذائية، واحد لاباز دو دوني ديال الشركات اللي متخصصة في هذا المجال، ويمكن لهم يتعاقدوا معها ويمكن لهم يخدموا معها. دائما كنشاركوا في هذا المعرض، هذا المعارض كاع اللي كتهم للمجالات اللي عندها علاقة بالتحويلات الغذائية ولا الفندقية كتشارك فيها الجمعية ديالنا. الجديد هذا العام هذا هو المشاركة ديال الناس من خارج المغرب، وحتى التقنيات ولا اللي كاينه في محاربة الآفات تقنيات جديدة كنحاول نوصلوها للشركات اللي في القطاع. أنا جيد سعيد للمشاركة معكم اليوم هذا في انطلاقة هذا المعرض النسخة التاسعة، معرض الحبوب والطعم الدولي غير ميليمترو والمنظم تحت الرعايه الساميه لجلاله الملك حفظه الله. معك سيف زياد الفالح من المملكه العربيه السعوديه. انا وزملائي جايين من شركه المطاحن الحديثه للدراسه والتدريب في معهد تكوين الطحن والخبازه لمده 45 يوم لزياده المعرفه والخبرات وتبادل المعارف بين المملكة العربية السعودية ودولة المغرب، وكانت تجربة مليئة بالمعارف والتشويق، استمتعنا فيها جيدا وكان في تبادل طيب بين المعهد وبيننا نحن الزملاء يعني المبعوثين من الشركة، فكانت حقا تجربة ممتازة جدا، وإن شاء الله أن يكون في استمرار ونحن جميعا في حيث التطوير. في المعرض التنوع الشركات كان في حضور ممتاز الشركات الكبيرة من ضمنها شركة أوما سبيولر، فكانت جدا جدا تجربة جميلة مليئة يعني بالمعرفة وبالتنوع، وشفنا فيها أحدث ما وصلت لها التكنولوجيا في مجال الطحن.